لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول. احتفاء بذكرى ميلاد ولي العهد مولاي الحسن وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للملاكمة، نظمت عصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة تظاهرة دولية في ملاكمة الهوات، جمعت نخبة من الملاكمين من مختلف الأوزان. التظاهرة احتضنتها قاعة لالا خديجة بالمضيق، وتميزت بمشاركة جمعيات من 5 دول أوروبية حضرت بأبرز الملاكمين. انضمت عصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة للملاكمة هذه التظاهرة الدولية التي تزامنت في اتفاقية شراكة مع عصبة أكيتان الفرنسية. هذه الاتفاقية اللي هي تبادل خبرات وتبادل يعني الخبرات في الملاكمين، في الحكام، في الملاكمة ديال الاحترافية، كذلك في الملاكمة يعني الخاصة بإيديكاتيف التربوية. كذلك كاين مجموعه ديال المباريات اللي غادي نبقاو ان شاء الله، غادي يكون واحد التبادل ما بين العصبتين. النسخه الاولى من التظاهره الدوليه حفلت الاركان الاربعه لحلبتها ب20 نزالا قويا، ابان خلالها الملاكمون عن مستويات تنافسيه وتقنيه جد رفيعه امتعت الحضور وشدت اليها الانظار، وحتما ستشكل مناسبه لانتقاء بعض الاسماء المتميزه من اجل تطعيم المنتخب الوطني للملاكمه. الهدف من هذه المقابلات بعدا هي تبادل الخبره، الاحتكاك بين الملاكمين ديالنا ديال الجهه وملاكمين ديال الدول اللي سالت ديك. المستوى التقني والتكتيكي اللي ابانوا اليوم الملاكمين ديالنا في التظاهره هذه الحمد لله استحسنها الجميع، وهذا اللي كيدل على ان الاستراتيجيه اللي مشى بها حاليا العصبه ديالنا مشى في الطريق الصحيح. اليوم كنتواجدوا هنا في مدينه المضيق حيت كاين شي مقابلات دوليه كتجمع دول اوروبيه مع الابطال ديال عصبه الشمال، والتنظيم كان في المستوى والمقابلات ماشيه بشكل جيد. كان الخصم قوي بزاف صراحه، ولكن الحمد لله الحب بوبليكو اللي والجمهور اللي كان حاضر والمعاونه ديالهم يعني بالغوات وبزاف ديال الحاجات التشجيعات، كان الحمد لله نيفو طلع عليه والحمد لله فوز بهذه المباراه، وانا جيت فرحان بزاف ان شاء الله القادم اجمل، وكنتمنى من الله نوصل للعالميه في هذه الرياضه ان شاء الله. وتبارك الله عليه السيد كنعرفوه عنده كيتسمى قديم في هذه الحرفه، 40 كومبات تبارك الله كيتسمى حنايا 6 كومبات، والحمد لله عدنا مباراه مزيونه وخرجنا داكشي مزيون الصراحه. التظاهره المنظمه من طرف عصبه جهه طنجه تطوان الحسيمه والحديثه النشاه توجت بشراكة مع عصبة أكيتين الفرنسية، ستكون دعامة أساسية لمزيد من الأنشطة الإشعاعية والرامية إلى تطوير وتنمية قدرات ملاكمي وملاكمات شمال المملكة.